من مواليد الكويت بغزت في مواقع التواصل الاجتماعي مبدعة أكيد في المكياج وسباقة في الموضة. هي عرفت نفسها كذي. اليوم معانا الشهيرة في مواقع التواصل الاجتماعي فوز الفهد. كل عام وانت بخير. وانتم بخير يعطيكم العافية. ما شاء الله تبارك الرحمن. وكل عام وانتم بخير. بلغ عدد متابعينك تقريبا 2,000,000 وناجحة بكل مجال وكل مكان تروحين تتركين بصمة نجاح وبصمة تفاؤل وبصمة تميز. واحنا سعيدين بتواجدك اليوم في برنامجنا. وفوز انت فوز بالنسبه لنا اليوم. اول لقاء تلفزيوني لان لها بتلفزيون الكويت. اي اول لقاء بتلفزيون الكويت. حياك ان شاء الله مو اخر لقاء. اكيد منورتنا. نبي نبدي من الاخيره شوي من البرنامج الرمضاني الخاص فيك على اليوتيوب برنامج الواقع هذا اول عربيه وخليجيه يمكن من السوشيال ميديا تقوم مثل هالخطوه. شلون جت لك الفكره وكلمينا عنها؟ والله يعني انا كلمتني الشركه اللي يصورون البرنامج هذا وبالبدايه ما كنت اوكي مع الفكره لان يعني انا من نوع بسوشيال ميديا ما احب اسوي شيء شوي يكون يمكن يسبب كومنتات مشاكل لويا. كان اقول انه يعني انا حياتي اوريدي لويا فانه ليش ما اصوره. وانا صراحه حتى حق نفسي كنت ابي اني اشوفه بعدين عرفت بعد 5 سنين 10 سنين اريد اشوف شلون كانت حياتي. بس ان الحمد لله التصوير كان وايد يونس لكن متعب لانه وايد طويل ووايد اشياء اول مره انا اجربها من ناحيه التصوير. انا متعوده مثلا على شيء ثاني مثلا الاعلانات والايفنتات غير هذا اللي قدوا معكم طول اليوم. بس الحمد لله يعني كان اكسبيرينس غير. نزلت الحلقه الرابعه اليوم. نزلت اليوم نزلت الحلقه الرابعه وقاعد نشوف مثلا فوز بستايلها بتفاصيل اكثر عن حياتها. يعني بالسناب شات ما تعرفنا على امك وبوك واشياء تريد تفاصيل حياتك ممكن اشياء بسيطه تنرفزك ساعات. بس هل البرامج اللي في تلفزيون الواقع دائما تحتاج شويه تمثيل او شويه ان تبهرين عليها يعني. اي مبالغه بالحكايه. فصار معك هالموضوع ولا ما صار؟ والله كلش لأن يعني. قلت انا اصلا اوريدي حياتي لويا يعني مثلا يعني اليوم هم يعني لو يتصور كان قالوا يمكن هم تمثيل. بس انا مثلا قبل اي صار فيني موقف لو متصور كان يضحك اضحك عليه بعدين بس حزتها كان لويا. بس صار فيك موقف كذي قريب وصورتي اللي اخترب النفنوف كان عندي ايفنت اخترب النفنوف. مو اخترب ما كان قياسي كان كبير وبعدين ما رحت لايفنت فتصير الامور انت متعوده على هالموضوع. متعوده على هالموضوع. واليوم صار في جزء الوقت. اليوم نتكلم على الاطلاله الخاصه فيك دامك يعني مهتمه في الموضه اكيد والمكياج وسباقه لهالشيء. كلمينا شوي عن اللوك اليوم. والله اليوم انا كان المفروض البس دراعه ثانيه. قبل المقابلة يمكن نص ساعة كانوا يقولون إن بالغلط باعوها بالمحل. كنت أركض صرت خلاص ينيت بس درعتها من اليوم نفس المحل جري فاشن. وايد حبيتها ما قصروا. فوز القالب غالب يعني ما شاء الله تبارك الرحمن انت تزينينه يعني هو اللي زينك حبيبتي والله حياتك. فقاعد اقول يعني انت مثلنا يعني تحاتين ساعات شكلك ودراعتك وهدومك يعني احنا خلاص تعودنا لان مثلا الكاميرا دار مدارنا 24 ساعه ونخاف انه مثلا دائما نكون حريصين. انت بعد كذي حريصه؟ هو نفس الشيء تقريبا لان يعني انا اذا مو قاعده اسوي سناب شات لازم تكون حريصه. إذا ما قاعد تسوي سناب شات قاعد تسوي انستغرام. إذا مو انستغرام مثلا البرنامج اللي قاعدة أصوره 24 ساعة يعني تقريبا 16 ل 14 ساعة نصور باليوم 3-4 أيام فمرات حتى تنسين إن هم موجودين. فتهتمين يعني باللوك شوية يعني مرات تخورين بس تذكرين مثلا في كاميرات ف ستيل الواحد يعني لو شنو ينسى مرات إنه في لويا مع إن الناس يقولون شلون راح تنسين. بس هو فعلا لما الواحد بالموقف ما يركز نفس الناس اللي تشوفها من برا. بس هذا يخليني اروح حق سؤال يمكن فوز دائما يقولون اللي بالسوشيال ميديا ان احنا قاعد نوريكم ترى جانب من حياتنا مو كل شيء بس احنا اللي قاعد نطالع نقول كل شيء حاطينه كل شيء موجود. فيجي لك هالاحساس؟ يعني بالنهايه كل الشخصيات اللي موجوده بالسوشيال ميديا تصور اللي هي تبي تبينه حق الناس. صحيح. يعني هم احنا ما حد فينا مقصود يصور شيء وانه كنا بالغلط لا احنا اللي قاعد نصور. وهم صح كلامهم لما يقولون انه مو كل شيء لان انت الحين لما تسوي سناب شات الستوري كبره يمكن ماكسيموم اذا انت تنزل وقت 5 دقائق باليوم تعرفين 10 ثواني على 10 يعني يقول انت مصور 50 مره يعني ف شنو بتصور وشنو بتخلي 5 مينتس من 24 ساعه ولا يعني الناس ما يشوفون لويا مثلا سياره رايحين قاعدين ناكل نروح نرد في اشياء ما تتصور يعني. على انك ما شاء الله ساعات يعني اب تو ديت بالتصوير وكذي هيك ايام نزله 4 سنابات 5 سنابات ايه. بس انا ما اصور وايد سناب شات. ليش؟ ما احب احن انا اروح على الناس. تحسين نفسك حنه مع انهم يبون يعني. يعني انا مرات لما ابطل سناب شات واشوف انك هالشخص مثلا منزل كل ما اتشيك منزل طويل وانا ادري انه يعني وايد
انا ما ابي احس اسوي لي كذي. فيعني اذا احس ان عندي شيء يعني يونس ولا عندي سالفه ولا عندي تيوتوريال ولا عندي شغله راح انزل. ما يخليك هالشيء تخسرين المتابعين اليوم اللي يتابعونك اذا شوي خففتي عليهم هالمليونين الموجودين عندك؟ صدق بالعكس معي. الناس قامت تحب ثاني يوم مثلا ينزلون اكثر. والهاني ما ادري يمكن مو والهانين بس يمكن قاعده اعطيهم اللي احس هم يحبونه. في ناس يعني تطلع مثلا تسولف على اشياء وفي ناس مثلا ما تهمهم. يعني انا مو نوعي وايد اسولف بسناب شات بس عن شعرك يقولون دائما شنو لون شعري هذا يكتب فيه فتحه وغمجه بس انه ما عندي غير هالسالفه. اي فاحس بس ان اسولف على اشياء اللي احسها تونس غير مثلا سناب شات مكياج اذا كان عندي اعلان وعندي سفره وحط الباج بعد انا وايد اسافر يعني غير السفر ما شاء الله عليك فوز انك انت متواصله مع متابعينك لدرجه انك ساعات تودي تسوي لهم هدايا وتسوي لهم مسابقات. أيوة. واشياء يعني هذه اشياء علاقه وطيده ما بينك وما بين يعني كوي. حتى لما اسافر حتى نفس الشيء مثلا بوكسات المكياج كان عندي سفر يمكن باسبوع كنت رايحه مثلا دبي بحرين السعوديه او مثلا كذا مكان فكنت مزابه بوكس حق كل ديره رايحت لها وبالعكس وايد حبوا الفكره وايد ناس يجون ويسلمون حتى في ناس مو جايين حق البوكس يبون بس يشوفون ف شعور حلو يعني متابعينا فهم اللي وصلونا يعني هالمرحله. تفكرين اليوم فوز يعني قاعد نشوف زملائك بالسوشيال ميديا قاعدين يخصصون مسابقات خاصه الحين في شهر رمضان ومبالغ ما شاء الله يعني كان عندنا قبل كم يوم يعقوب بوشهري وعبودك مخصصين مبالغ لهالشيء. انت اليوم كبنت في هذا المجال تفكرين بهالشيء ولا مو مهم انتوا يعني مجالك ثاني شوي عنهم؟ يعني اذا هي كانت مسابقه يعني بمبالغ ماديه هو في وايد مسابقات فيهم مبالغ ماديه مو بس برمضان. يعني مثلا حتى في انا مثلا مسويه مسابقه مثلا حاطه تذكره سفر مع مبلغ معين مع مكياج او مع تصير بس اتوقع اهم شهر رمضان الناس يزيدون كذا بعد الزياده اي بس هو حلو هو بناء كل واحد وفكرته ومتابعينه بس ما تسوينها عشان تبين فولورز اكثر او عشان الناس تظل تتابعك؟ عن نفسي انا؟ لا لان انا اوريدي متابعيني حق المكياج يعني اذا حطيت شيء ولا ما حطيت شيء اوريدي يعني نبارك لك حمرتك الجديده ما شاء الله تبارك الرحمن حلوه وتينن وصبح وليل وكل حزه وثابته ولونها حلو حبيبتي انت رحتي نقيتي بنفسك فوز شلون رحتي؟ اول شيء انا فتره قصيره اشتغلت مع ماك وبعدين كلموني قالوا لي ترى احتمال ان في فكره ان كذي واول مره يسوون كذي لان العاده يسوون حق مثلا ريانا مرايا كيري هذول الاسماء الكبيره كان يقول انه يعني ما ابي وايد استانس عشان ما اضايق بعدين فقعدت عادي اشتغلت معاهم ولا فجاه انه قرروا انه يختارون 10 شخصيات بالعالم وانا الوحيده اللي كنت عربيه ف انا اصلا ترى للحين مو مصدقه مع انه ترى خلصنا الايفنت كذي ويمكن بعد كم يوم تنزل حمره بس للحين مو مستعده حتى انت بالفيديوهات قلتي هالشيء قلتي يمكن غيري من الفاشينستات او اللي بالسوشيال ميديا اتجهوا الى عطور خاصه فيهم الى اشياء انت مع ماركه عالميه ما شاء الله معروفه وايد ماك اصلا هي ماركه انا بلشت احط مكياج معاهم اول شيء كنت احطه مكياج كانت حمره فالحين يعني عندي انه شنو صار فلاش انه عقب بعد 5-7 سنين صار ان انا قدرت اسوي حمره معاهم بس اسمك ارتبط مع هالماركه يعني فممكن انك تنزلين حق ماركات ثانيه ما في مشكله ولا اسمك خلاص ارتبط لا لا لا, لا انا الحين حاليا هو بس كحمره بس انه ما منعوني اني اشتغل مع احد ثاني لا بالعكس كلش لا وان شاء الله اصلا يشتغلون مع وايد بنات عندنا في السوشيال ميديا وايد بالسوشيال ميديا سووا لهم براندات عالميه باسمهم وصارت عالميه ممكن نشوف فوز تسوي لها براند مكياج عالمي خاص بيها من A to Z فونديشن وماسكرا ان شاء الله انا قاعد ابلش الحين بشيء صغير عقب الحمره يمكن اقدر اتكلم فيه لان الحين كلش ما اقدر لازم اركز على ماي بس قاعد اشتغل على شغله صغيره ببلش فيها وان شاء الله نشوف رده الفعل شنو قولي لنا قلت ليش ما اقدر شيء اتاثر كل الناس غضبوا ليش ما تقولي يمكن فوز درستي انت تمويل بالاساس واتجهتي وتعمقتي في المكياج اليوم اول شيء انت من الناس في السوشيال ميديا اللي يرفضون لقب فاشينيستا ما تحبين هاللقب لا ما ارفض كلش ما ارفضه عادي عندك بالعكس ليش يعني شوف هي كلمه فاشينيستا انا اتوقع شوي الناس قاموا يتحسسون منها بس فاشينيستا اصلا معنى الكلمه ما يركب مع مجالنا هو كمبدأ
بس الناس صارت كلها تبي تنرفز البنات فيهم بهالكلمه. بس ما زحل يعني كلنا ناجحين والناس تحبنا ومتابعينا والحمد لله، يعني حياتنا تغيرت للاحسن وفتحنا بزنسز وناس عرفنا وتحب. يعني وين الغلط اذا فعلا الناس تشوفنا كفاشينيستا؟ اذا احنا عندنا بالدول العربيه مجالنا معناته ان انت فاشينيستا، هذه احنا عقليتنا تمشي معك. يعني هي صدفت الكلمه شيء مع شغلنا، بس الكلمه ايه فاشينيستا ان واحده بنت، البنت بس اللي تشتغل بمجال الفاشن فقط لا غير. احنا يعني احنا كبنات انا اللي اشوفه احنا نشتغل اكثر من بس فاشن ولبس، مكياج وقاعد نسوي براندات وقاعد نشروح وقاعد نسافر. مو كلمه فاشينيستا بس ان انا عايشه هني بالخليج الدول العربيه يقولون عنا احنا فاشينيستا، بس ما زعل. انا في نقطه بس يعني ودي اقول لك اياها، في فتره من الفترات ما طلعتي امك وابوك بالسوشيال ميديا وايد، بس انا سمعت ان في ناس كانوا يروحون حق ابوك وامك يقولون لهم انتوا ام فوز وابو فوز، شلون كانوا يعرفونهم؟ انا ابوي كنت اصوره بالسناب شات، بعدين لما شفت ان البنات شوي قاموا يضايقونه شلون يضايقونه؟ بالضبط ما ادري، يعني يروحون له بالبريك ويروحون له الدوام يروحوا له اي، ويعني صار شوي يدورونك يعني؟ لا يدرون ان ابوي، يعني انا ما احكم معاه بالدوام. فلما قال لي صار فيني بابا يعني سوري ما راح اصورك بعد، فما قمت اصوره. امي نزلت لها كم صوره بانستغرام، بس مو التصوير اللي مثلا مثلا عندك داونلود صور ايش تساوي يا امها؟ صح انا مو كذي، بس الناس ما ادري الناس يعني ما شاء الله ما شلون كانوا يعرفونهم؟ يعني اللي واحد يشوف الصوره من مثلا اول مره ما يثبتها، يعني شلون بالصدق يشوفون يكبشرونها؟ حطيت شيء في السوشيال ميديا عادي تتبروز. يمكن لما ذكرتي دانا بروح شوي حق زميلاتك واصدقائك يعني في السوشيال ميديا، انت مع الاتجاه الى التمثيل؟ يعني شفنا مثلا بيبي عبد المحسن اتجهت الى التمثيل، ايش رايك بهالتجربه وانت شلون؟ انا ما اقدر امثل على كثر ما كلموني عن مواضيع او اشياء ان فيها تمثيل بهالمجال، انا ما اقدر امثل، ما راح اقص على روحي. شلون كنت تجاربهم هم؟ والله بالعكس تجربه، انا بيبي استانس لما شفت شغلها كان حلو جميل صح، وغير عن اللي هي تسوي. وبالنهايه يعني كل واحد اذا يحس انه هو متمكن ليش لا؟ يعني احنا ليش بدنا نحدد يعني يا انك بس لبس ومكياج يا اكل يا مطاعم يا سفر؟ خلينا نتمكن. يعني في ناس ترفض من الفن انه يتدخلون في مجال التمثيل، عندهم راي بهالشيء. انت شايفه لا بس هم في ناس بمجال الفن داشين بنفس شغلنا. منو مثل منو قولي لي؟ وايد وايد يعني اقرب مثال بطل بوتيكات كلنا موجودين صح كلنا عادي. ليش مو بمجال واحد كل المجالات؟ ليش 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 غلط؟ منو قال في قانون يقول ممنوع؟ كيفنا؟ اذا هي زينه بالتمثيل زينه بالتمثيل، اذا هي زينه بالمكياج خذ حط مكياج، اذا هي تبي تحضر ايفنتات وتقدر تخذ حط. يا اخي كل واحد كيف خل الناس تستانس تعيش عادي، ترى ما في شيء. يعني ما انا ما احس انه في رفض ان هذا يدش هني وهذا يروح هني، لان يمكن تسحبون البساطه شوي منهم لان يكون عندكم لا متابعين اكثر. لا 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 ما حد يسحب ولا شيء من ولا احد، كلنا موجودين كلنا عندنا متابعين كلنا نطلع ناس تعرفنا وتحبنا. امون اسال سؤال، يعني انت بزحمه الحياه هذه وسفراتك وشغلك اكيد للجانب انك نشوف فوز عروس؟ عروس ان شاء الله ليش لا اكيد يعني يعني انسانه بالنهايه، بس يعني هل الموضوع مأجلته ولا ممكن يصير؟ لا هي بيومياتها قالت لا انا صح؟ انا انا مو مأجلته مو مأجلته لا هذا بالنهايه يعني لما يجي يعني أجله. بس ان انا فعلا مشغوله بشغلي الحين، بس اذا صار ان الفرصه ان انا عرفت شخص زين وبيصير موضوع الزواج ونجح، ترى هذه تصير يعني ياما ياما انا افكر بالموضوع ولا يعني تكتشفين ان هذا مو الاختيار اللي انت تبينه. بس فوز انت مستقله بذاتك، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن حياتك كونتيها وبناجحه وعندك الماده اللي يعني ما تحتاجين ريال مثلا، وهذا السبب اللي خليتش اختيارك راح يكون صعب. صعب لان اولا مو اي واحد راح يقدر انه مثلا شوف الريايل يحبون انه يحسون ان الحريم معتمدين عليهم. حلو ترى هم في حريم يحبون انه يحسون ان الريايل معتمدين عليهم. انا معتمد على نفسي واحتاج شخص معتمد على نفسه، ما تكون يعني ما يكون هذا الموضوع اللي راح يقربنا حق بعض، يعني راح يكون لانه هو يبيني وانا ابي، هذا هو الموضوع. انا متاكده انك بتكوني احلى عروس. قام تكلمت عن الزواج بروح شوي الخلافات، يعني مع انه مو وقته بس يقولون يعني في خلاف مع الناشط يعقوب ابو شهري، تكلموا هالكم يوم عن هالموضوع شنو؟ كلش لا، وشفت المقابله كلش ما في خلاف،
وبالعكس كان عندنا تصوير مع بعض برنامج كان وايد حلو والكل كان يتكلم عنه. بس هو أصلاً إحنا تقربنا كأصدقاء من هالشغل اللي كنا قاعد نصوره. قبلها كنا نعرف بعض نسمة مثلاً، يعني مثلاً حمد قلم صديق بس ما أشوفه، يمكن آخر مرة شفته قبل سنة حمد، بس ما بيني وبينه خلاف، ما بيني وبينه ولا شيء. مو ضروري إنه يكون التواصل، لأن هذا الناس يشوفونا مرة مثلاً أنا دانا الحين، دانا مثلاً اليوم دق علي عادي، واحدة حطت لي كومنت دانا وفوز متهاوشين. إيه صح. بالعكس لا، يعقوب بشهري أخ ودائماً يعني صورت معه واستانست وعادي، والناس تحبنا وحبتنا مع بعض لأن أصلاً عكس. بس إحنا أبداً المشكلة اللي صارت ما كانت بيني وبينه. إنزين شلون تسوين حلو برمضان تمعنا؟ قالوا لنا اليوم بتجيب الله يكرمك رايس كريسبيز، بس هذا اللي عارفه كورنفليكس تحطيه. يعني تحبين المطبخ؟ شوفي اذا انا اذا ابي اسوي شيء انا اقول لك نبي حلقه بالمطبخ. يبي تهجين نبي حلقه بالمطبخ بتسوين مكبوس، راح يصير فيلم يعني. لا راح يصير فيلم والله. راح طاوله اليوم كلها فاضيه، قالوا لنا فوز بتجيب انواع الحلو والاشياء. انا بلبس اليوم علقها. اي شنو اجواء شيء يمكن برمضان زي ما قلتي اني زين. هذا اقول لك شيء، انا احس احتاج ساعات زياده باليوم. كانت مسافره اسبانيا ترى قبل كم يوم توها راجعه. فشلون السفر برا برمضان؟ عادي ما اختلف عليك؟ لا اختلف. يوم وايد طويل. اليوم طويل؟ وايد طويل حصل. يعني هم هناك تغيب الشمس 10 تقريبا. عشر الا يعني الصيام يمكن 12 ساعة او 13 ساعة يمكن يوصل كذي. اي 16 ولا فوق 16 ساعة. اي الله يعينك. بس ما طولتي ها؟ رحت يومين. يومين بصراحة اول يوم ما وصلت. حلو. واليوم اجواء بالكويت شنو هي؟ اليوم شنو؟ الاجواء بالكويت في شهر رمضان، ليش كتبين ساعات اكثر؟ شنو عندك شو تسوين؟ احس ماكو وقت، اصلا زحمة تاخذ نص يوم. يا دوب مشوار واحد يا دوب تروح من هني لهني، بعد شوي لازم يأذن، خلاص لازم ارجع، والزحمة بس ان احس وايد لايبر، وبعدين لازم توجبين، رفيقك تسوي غبقة، وبعدين انا كان عندي شغل، او ربعنا اللي عندنا بالمجال هم شغل، لازم تروحين وتردين وتجابلين اهلك وكذا. نويا. غبتك كانت تتجنن؟ استانست. وانت كنت تونسين حتى. بس يمكن بس اقول الموضوع وايد مهم، ان فوز الحين قاعد تطرق حق مشروع وقريب ان شاء الله راح يخلص. شنو المشروع؟ الصالون؟ اي. الصالون ان شاء الله بعد شهر ونص يخلص. ان شاء الله. ماكسيموم ان شاء الله. بالكويت راح يكون؟ اي. وين؟ كان تخافين احد يطق الباب؟ ها؟ لا. بس ابي اخليه سربرايز. مو سربرايز يعني مو مفاجأة هو الموضوع، بس انه ابي ان اللي يشوفه يشوفه اول مرة خالص. حلو. يمكن اللي يعرف فوز عن قرب يعرف شخصيتها شوي هادية. يعني وفيها طبعا بالرياليتي شو اللي صار، وحتى اخوانك تكلموا لا بس عليها قطات ترى بالسناب في دمها خفيف اكيد. بس شلون قدرت تتغلبين على العوائق والمصاعب يمكن اللي تمر اليوم وياك بالسوشيال ميديا والمشاكل هذه اللي تمر بالكومنتات وغيره؟ بالبدايه ما عرفت شلون، يعني لان مو متعوده ان مثلا واحد يدش يسبك ولا واحد يدش يطنز عليك، مو متعوده على. كنت تتاثرين؟ كنت اتاثر بالبدايه، بس بعدين قلت لحظه هذه الناس ترى ما يعرفوني شخصيا ولا انا اعرف من هم، وعادي ترى ياهل يعني وحده صغيره ومو فاهمه شيء وعادي تكتب اي شيء، وهم مرات تنصدم انه يكونون ناس كبار. فاحس هذول الكبار هذه في مشكله مع نفسهم. بس الحين لا، الحين ماكو احساس. بس انا ساعات اشوفك تردي يعني من كثر ما الموضوع ينرفزك، يعني اشاعه انه زوجوك. أنا حسا مو إشاعة زوجوني، هم دزوا دعوات إن في عرس. الدعوات كانت يعني أنا رفيجاتي القراب قاعد يقولون علي، يقولون لي أنت شلون ليش ما أثبتنا؟ وين وين هو هو أنا وين في عرس من غير عروس وين؟ غلط. لا فيوم كان 15/5 لأن كان فيلم كامل، كان تاريخ حلو يعني. بالضبط يعني انا متحسبه انه فيلم كان عرسي. ان شاء الله لما تزوجين السنه الجايه 15/5 ان شاء الله. اكيد فوز نتمنى لك كل التوفيق، وانت مبدعه وما شاء الله من نجاح لنجاح، وانت فخر حق كل بنت كويتيه وفاشينيستا ولا مو فاشينيستا، لان احنا متاثرين فيك بامانه. كبير صغير الكل يتابع فوز علشان يشوف شنو الجديد، اب تو ديت، شنو الموضه، شنو الشيء الحلو، شنو الشيء اللي مو حلو، وانت قاعد تعطين من قلبك فوز. حبيبتي خسرت استرتي، وانت بعد حبيبتي والله وايد استانس لما اشوفك تشتغلين واشوفك من نجاح لنجاح، وفرصه سعيده اول مره. اكيد تشرفت اليوم فيك، مبدعه مثل ما قلتي في الموضه وسباقه بعد وفي المكياج. اشكرك اليوم على وجودك، اول مره تكونين تلفزيون الكويت في اللقاء. نورتي تلفزيون الكويت، يعطيكم العافيه. ولا تبخلين علينا ونبيت من فتره لفتره تطلين علينا. ان شاء الله بعد عمري. راح ننتقل الحين وياكم مشاهدينا الى ديوان الشوافي منطقه الدسمه.